تيجي على بند 16 في الجدول الاخير ده، عطور ومزيلات عرق وماء تواليت ب 440 مليون دولار، يعني حاجه كلام مستحضرات تجميل تقريبا ب 500 مليون، حقائب يد ب 200 مليون، شوكولاته تقريبا ب 400 مليون، حتى السيراميك ب 235 مليون. وبتلوموني تقولي لي الدولار غيري ليه؟ الدولار غيري ليه؟ حد يبعت. ما بقولش ان احنا طبعا نقفل البلد يعني عشان الناس ما تفهمش غلط يا كامل يعني. لكن انا بقول دي انا في تقديري. طيب ورق الفويل ب 500 مليون؟ ايوه. ها؟ ب 500 مليون؟ الورق الفويل ما بنعملوش. طيب الجبنه بمليار و100 بمليار و200؟ ايوه يا فندم. الجبن بمليار و200 ونقول للناس فين مش عارفين نعمل مصانع ننتج الحاجات اللي الناس عايزاها. ده كلام كده يعني بقوله لكم عشان تعرفوا ان الحلول معانا مش معانا ولا حتى مع الفريق كامل. احنا كمصريين كرجال اعمال اللي مكتوب ده كله هو عباره عن فرصه عمل لحضرتك انك تنتج الكلام ده لمصر.